الغيب ما يرحمش. مش تمشي جيف. قبل شد انت مش تتبع كسح قلبك ضربة وجبت بنقص هذه بسم الله الله أكبر حط يدك بالباهي جبت شوي جبت بسم الله الله أكبر هات البحشيشة بسم الله الله أكبر برافو على المجهودات هذه الكل. سؤال نطرحوه الليلة ويكون موضوع نقاشنا هل تهيأت تونس لعودة المقاتلين من سوريا؟ هل هناك استراتيجية؟ هل هناك عمل مع الخارجية وخاصة من وزارة الداخلية؟ هذا موضوعنا الليلة. ضيوفي الليلة في الباتو السيد تهامي العبدولي كاتب الدولة السابق لدى وزير الشؤون الخارجية ورئيس حزب حركة الشعب. مرحبا بك الحركة الوطنية. مرحبا بك سيد تهامي. معنا زاد محمد قبيل بن رجب رئيس جمعية إنقاذ التونسي لا لا عايش ولادي خليهم سالش باش نعملوا مشوى الليلة عاد ها شاكر خلف روح وقامك وحدها برعاون خوك أصالح صالحة ها محمد دان هنا بابا نرتاح شوي والسلامة خلاص صحتك لاباس؟ لاباس مرحبا بي عايش بابا هذي كريم مرت
منين جتهم الكهرباء؟ شو رايك تعدوا الحدود؟ منين جتهم الفلوس؟ ما نعرفش وما نحبش نعرف. جوبش يموتوا بالتعب. المهم وصلوا لباس وما شدهمش الحال. الطفلة اللي جايبها معاه وجهها مغطي بشوليقة ما نعرفوش ليش حتى يشب. طفلة سورية برانية وما تعرفناش. توكي توالف بينا تو تنحية. همش بشي طاولة. بش صحتهم الطفلة حبلة؟ عديت عام من عمري ما نعرف شيء على ولدي. صغار روحي ما عادش نشوف. يهديك. قولوا يتقي الكرم. تعشي يا بنتي، ما جوعتيش؟ تحب تعشى وحدة؟ كيما تحب. ريت صور البراني مكسر. لان تحبوا انا شغل غلط نصلحوه. خليه مكسر. من البارح في الليل اللي شارب وانا كنت شو مدخل؟ يا محمد يزي كان عندي واجب نحو اخوات المسلمين في سوريا. اخوك المسلم ريان نسيته هذاك؟ وين كنت انت نهار اللي حوزوه الكلاب؟ قريب لما روشوه؟ عالجال خوك سارح في بلاصة سيادتك. وامك المسلمة قطعت الماكلة بعد ما مشيت لين قريب تموت. مش متابعين الواجب الديني بتاع دين والديك؟ جاه ربي خنكملوا هالقد ما راك مررت هيلنا. كيش تعطيتني قدرنا نقعدت؟ اما انت حسبني بغلة متاع خدمة. كي قتلت الناس مع داعش ولي تحس في روحك صيد. ما قتلت حد. حتى هما ما قتلوا حد. سامحني الفايدة اللي انت روحت لي. أعطيه شوية وقت. تعرفه يحبك.
مجيري في هبط هذا بعد نهز هكا كنت أقا واحدة كي هذا هز من هبط هز هي هذا وعندك واحدة كي هكا ها هاي هز حط هز هكا هاو تريس امشي لا عايش بنتي نشف يدك محمد برا دخل توك نكملوا ناديلك اش فهم ما سمعتنيش ضبعتي خاطر عادت يداها باش نولي نشتهى بعدك انت ماك فرغت قلبك البارح ما تملش قدر في ولدك داري ونعم فيها اللي نحب اش فهم بالك الشولي قال لي قدام عينين مرتك ما خلتهاش تثبت مليح داري بنيتها بيديا فيها بيت برك مش نبش نخليكم تمشوا فيها وتجيبوا على كيفكم خاطر لا حاش ما لا تعري علي يداها ريم بحي 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 ريم الله بحي ميت ميت بشر على ولدك
الاقتصاد والحرية ايش هيك؟ باش نقول لك حاجة. ندمت اللي مشيت. وعدني باش تمشيش. وعدني. به. خايف؟ السلام عليكم. السلام عليكم. هاد زوس وكريستال. نجم نعمل تليفون من عندك؟ تكلم البرا خير. على راح. وين غبرت؟ وينهم الولاد؟ مشوا مع اخوهم الكبير للبحر. اخر مره يخرجوا معاها من غير ما يشاورون. نفسهم. تحب تخنقهم كما خنقت مالك؟ هاك شفت روحك وين وصلته؟ انا وصلته وصل روحه. طول عمري نكلت عليه وعلى اخواته. لا يزي يضيع روحه يحب يزيد يضيعهم معاه. عندك فيه ثقه جايب لك خشينة عشر وما زلت تحامي عليه. مادام مازال حي وما ترزيتش فيك. مدامني واقفة ونحامي عليه. غشيرة عشرة. تشوف فيها عيشة قدامك؟ بقديش نفوتها كي خذيتني؟ بعام؟ بعامين. طفلة عمرها 13. عمرها 14. بري ادخلي عايش بنتي. يجي معي. المحامي من مالك؟ فيش تحكي؟ يوجوني بكتير مجهدي. خاف انكم ما تساعدوني لما تعرفوا اني محامي ابني. عرفت عمالك لما هربت. وكمان كان هربان. هزي هالدار اختك. علاش فهمت؟ ش عملت؟ محمد ش عملت؟ قلت لك هزيها لدار اختك. اجي هنا ش عملت؟ محمد
ريف اوكي جي الولاد باش تسميهم سميه بو مناجل يا سامي اللحظة سن شا سامي مروان كان جات بنايه مش سامي ريم يعني اسم مش تختار العيس ايه تختار العيس طلع كرم امشي امشي امشي